بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف نعرف كيف نحصل على بيانات أو معلومات تتعلق بأحد الموضوعات التي نشرناها على صفحات الفيسبوك وحفظها في ملف CSV. قبل البدء في كتابة الكود بنفتح نافذة التيرمينال وبنقوم بتثبيت مكتبة فيسبوك SDK. بنكتب الأمر التالي: pip install facebook underscore sdk ونضغط مفتاح الإدخال Enter، ويجب أن يكون الجهاز متصلا بالإنترنت. حصلت هنا على رسالة requirement already satisfied، أي أن هذا المطلوب تم استيفاءه سابقا لأن قمت بتنزيل هذه المكتبة سابقا. بنغلق نافذة التيرمينال، بنكتب الكود التالي. في السطر الأول بنكتب import facebook، بنستورد مكتبة فيسبوك. السطر الثاني import json، استورد مكتبة json. في السطر الثالث بكتب import، بستورد مكتبة pandas، بكتب هنا pandas as pd، استخدم لها اسم alias هنا ك pd استخدمه في كتابة الاكواد. بعد كده افتح متغير graph يساوي، استخدم مكتبة فيسبوك dot واستخدم منها الميثود graph api، افتح brackets هنا وsingle quotation ثم اترك هذا الامر واعود اليه لاحقا. بعده اكتب الامر مثلا postes يساوي، استخدم متغير graph dot واستخدم منه الميثود get object وادخل بها اثنين parameter معاملين. المعامل الاول هكتب هنا id يساوي single quotation، وبعدين اخذ هنا كوما، ثم اكتب البارامتر الثاني فيلدس يساوي single quotation واترك هذا الامر واعود اليه ايضا لاحقا. وبعدين اكتب الامر print، احول المتغير postes الى json، اكتب هنا json dot dumps، اكتب هنا json dot dumps معناها convert، احول لهذا المتغير، فاكتب هنا postes اخذ كوما واكتب هنا indent، اترك لي مسافات بادئه مقدارها 4 مسافات بادئه بعد عمليه التحويل. بستخدم هنا الباندز لكي اقوم بقراءه المتغير من نوع json، افتح متغير مثلا فايل csv بيساوي bd.readjson، اقرا لي متغير من نوع json وافتح هنا الاقواس واحدد هنا المتغير واضغط كنترول واقوم بسحب هذا المتغير هنا. بعدها احفظ هذا الملف فايل csv.to واستخدم هنا method to csv وافتح brackets وافتح single quotation واكتب اسم الملف ان ده مثلا fb comments، ان دي تعليقات على fb comments او post comments dot csv، اخد كوما واكتب هنا index يساوي none. اصبح الان مطلوب مني 3 مطالب. المطلب الاول وهو الاكسس توكن، المطلب الثاني هو الـ ID أو الـ Post ID، والمطلب الثالث وهو الـ Fields، الحقول الخاصة بالمعلومات التي أريد أن أحصل عليها. بأذهب إلى حسابي على الفيسبوك، فأجد مثلا أنا لدي صفحتين، صفحة Pythonist وصفحة Python Lessons. أنا أقوم بعملية الربط على Python Lessons. إن لم يكن لديك أي صفحات، بتقوم بإنشاء صفحة جديدة من Create New Page. بتضغط هنا New Tab علامة البلاس دي، وبتدخل على صفحة الديفلوبرز، فبتكتب هنا developers.facebook.com، تدخل عليها. بعد كده بتضغط My Apps، تضغط على Create App، إنشاء تطبيق، تختار مثلا من نوع Business، Next، وبعدين بتكتب هنا اسم التطبيق مثلا هنا My App، وبعدين تضغط Create App، إنشاء تطبيق. تنتظر لما ينشئ التطبيق، بيطلب الباسورد، تختار سبميت، بعدها بتجي لنافذة تولز واختار منها جراف API Explorer، بديني هنا صفحة الجراف API Explorer، بختار من هنا من هذه القائمة Get Token، بختار الصفحة Get Page Access Token، بيقوم بعملية الربط، أضغط هنا Continue واختار هنا اسم الصفحه واجد ان اسفل اسم الصفحه التي ارغب بالربط اليها البيج اي دي موجوده هنا،
هذا الرقم، ممكن أقوم بنسخ الرقم ده عندي في نوت بوك مفكرة، بختار الصفحة وأختار نيكست، بيديني هنا البرميشنز، أختار دان وبعدين أوكي. أجد هنا أظهر لي 2 permission مبدئيا، بختار تاني الصفحة هنا Python Lessons وبضيف permissions خاص بالصفحات، أختار مثلا هنا البيجي ايفنت، هنا البيج، أي هنا permission بادئ ببيجز أختاره. ليه؟ لأن أنا ممكن أستخدم عمليات أخرى خاصة بالبيجز وخاصة البيج ريد يوزر كونتنت، أكتفي بالتصريحات اللي أنا اخترتها وبعدين أعمل ريجنريتنج تاني، إعادة توليد للأكسس توكن، لأن هنا البرميشنز اللي اخترتها باللون الأخضر فأختار كونتينيو نيكست. أجد البرميشنز الجديدة ظهرت، ممكن أقفل البرميشن أو أفتحه من هنا وأضغط دان أوكي. أقوم بعمل اختبار مبدئي على الصفحة اللي أنا ربطت إليها، فأختار هنا يوزر توكن وهنا بايثون ليسونز تاني اللي هو الصفحة اللي أنا اخترتها وأضغط سبميت، بيديني هنا الاي دي الخاصة بالصفحة اللي أنا ربطت عليها اللي هي البايثون ليسونز دي، البيج اي دي الخاصة بها. لو أنا عايز أجيب البوستس الخاصة بهذه الصفحة ممكن هنا أجي وأحذف مثلا الاي دي، لو أنا عايز أجيب البوستس عليها فبكتب هنا البوستس وأضغط سبميت. جاب لي هنا كل البوستس اللي تم نشرها على الصفحة، وطبعا هنا اداني البوست اي دي عبارة عن البيج اي دي والبوست اي دي مدمجين معا باندرسكور بنفاصل اندرسكور، ده البوست الاولاني، ده البوست الثاني، البوست الثالث وهكذا. لو عايز اعرف الكومنتس الموجودة على هذه البوستات هنا بضيف فيلد فرعي اسمه كومنتس التعليقات، اضغط سبميت، بيديني هنا كل الكومنتس الموجودة على كل البوستات، يعني دي الكومنتس 3 تعليقات هنا لا دي 4 تعليقات موجودة على البوست الاولاني، ودي الكومنتس الموجودة على البوست الثاني، ودي الكومنتس الموجودة على البوست الثالث وهكذا. لو انا عايز احصل على جميع المشاركات فبغير كومنتس دي الى شيرز واضغط سبميت، يديني المشاركات لكل بوست موجودة عندي. لو عايز مثلا اعرف اللينك الخاص بكل بوست باخد هنا permission e link underscore url اضغط سبميت، بيديني اللينك الخاص بكل بوست منشور على الصفحة، يعني لو عايز اشوف او اعاين البوست الاولاني او البوست الثاني او البوست الثالث اضغط هنا كليك، بيديني هنا معاينه للبوست اللي تم نشره على الصفحه اللي هو تقريبا البوست الاول هنا بعينه كده مبدئيا من خلال البيرمي اي لينك يو ار ال، وهكذا بالنسبه لباقي البوستات. السؤال هنا لنفرض ان انا عايز اعرف الكومنتس الخاصه ببوست محدد، يعني مثلا انا عايز البوست ده او البوست ده او البوست ده عايز اعرف الكومنتس الخاصه بي، اخد مثلا البوست رقم 3 بنسخه كده كنترول مع سي وبستبدل هنا مي بي البوست الثالث، وهنا الفيلدز بغير دي بمسح من هنا واقول هات الكومنتس التعليقات الخاصه بي البوست رقم 3 اضغط سبميت، بيديني هنا التعليقات الخاصه الكومنتس الخاصة بالبوست رقم 3، بيديني تاريخ ووقت نشره والنيم هنا اسم الصفحة، ودي الصفحة اللي تم النشر عليها، ودي طبعا المسج الأولى أو الكومنت الأول well done، وده الكومنت اي دي، الكومنت اي دي اللي تم نشره على هذا البوست اي دي، وده الكومنت الثالث تاريخ ووقت نشره، وده الكومنت اي دي اللي تم نشره على هذا البوست اي دي، وهكذا لباقي الكومنتات. يبقى أنا دلوقتي أحضرت كومنتس خاصة ببوست واحد فقط وليس بجميع البوستات، وهنا أقدر أعرف جميع التعليقات الخاصة بموضوع معين. بذهب إلى البايثون تشارم وأنسخ الأكسس توكن هذا، فأضغط على الكوبي توكن وأذهب للبايثون تشارم وأذهب إلى المطلب الأول هنا
اللي بيطلب الجراف اي بي اي واقوم بلصق الاكسس توكن. بعده احضر البوست اي دي هنا في الاي دي في السطر الخامس، برجع تاني للجراف اي بي اي اكسبلورر واخد مثلا البوست اي دي للبوست الثالث، واذهب للبايثون شارم اديتور واقوم بلصقه هنا. هنا بطلب الفيلد هنا الكومنتس، فبكتب هنا كومنتس، انا عايز التعليقات الخاصة بهذا البوست. بضغط ران، اجد هنا في شاشة الاوتبوت طبع لي الكومنتس الموجودة على البوست رقم 3. اظهر لي هنا البيج اي دي، واداني هنا البوست اي دي مع كومنت الاول، وده الكومنت الثاني، وده الكومنت اي دي الخاصة بالكومنت الثاني، وده الكومنت اي دي الخاصة بالكومنت الثالث، وطبعا ده كان هنا كومنت فارغ. ده كومنت عبارة عن ايكون، وده الكومنت اي دي الخاصة به، وطبعا حفظ هذه الكومنتات في ملف اسمه fbcomments.csv موجود هنا في مسار المشروع الكرنت بروجكت هنا اسمه fbcomments. اضغط دبل كليك هنا بيديني الكومنتس داخل الملف. مثلا انا حافظ المشروع هنا على سطح المكتب، ايوه بجد هنا الملف عمله سي اس في، ممكن احرره من خلال الاكسل او من خلال محررات سي اس في. اجد هنا جميع التعليقات منشوره هنا داخل الملف، او تم حفظها هنا داخل الملف، ممكن استخدمها لاغراض احصائيه. بقدر طبعا من خلال اكواد بايثون ان انا احصل على المسج لوحدها والاي دي لوحدها. يعني مثلا انا نشرت مثلا بوست خاص بي بضاعة معينة، ووجدت ان فيه ناس بتطلب هذه البضاعة، او اعطاني ارقام تليفوناتها، او اعطاني ارقام فاكساتها، عايز احصل عليها في ملف سي اس في اللي باغراض ان انا اتصل بهم او كده، فممكن من خلال هذا الملف ان انا بعمل هنا اي عمليات خاصة بقواعد البيانات مبدئيا، والتعامل مع البيانات التي نحصل عليها من صفحات الفيسبوك او اي صفحات للتواصل الاجتماعي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.